السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وانا تتبع قناة نوستالجيا تي في، مرحبا بكم من جديد. عيدكم مبارك سعيد، تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله. عيد ونعود ان شاء الله بالصحة والهنا ومغفرة الذنوب للجميع ان شاء الله. اخوانا دير معكم واحد الجولة النهار مدينة بركان، شوفوا الاجواء مور العصر تقريبا في العشية، الأجواء كي دايرة، الناس كل واحد فين جاب عند الأهل والأحباب ديالو، شي يقبل عليهم. ثم تشوفوا أجواء، نضرب واحد الدورة تاني في شارع بن سينا تحتها وشارع الأهرام، ديروك معكم واحد الجولة تشوفوا الأجواء في مدينة بركان لهاد اليوم. إخوانا مرحبا بكم معنا وشكرا لكم على تتبعكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.
Thank you.